اليوم موضوعنا واحد وعنواننا وحيد. ففي أول أيام الفطر استيقظ الفلسطينيون في غزة على قصف جديد، قصف إسرائيلي يستكمل حملة عسكرية تشنها على القطاع. السبب كان إطلاق حماس صواريخها شمالا وجنوبا باتجاه إسرائيل. هذا المشهد كله كانت شرارته الأولى إجبار أهالي الشيخ جراح، حي الشيخ جراح، على مغادرة منازلهم. وما زاد المشهد تعقيدا اقتحام إسرائيل للمسجد الأقصى، لتندلع بعده مواجهات هزت الداخل الإسرائيلي كله أيضا بمدنه وقراه. ويتسارع وتتسارع دول العالم إلى الدعوة للتهدئة ووقف العنف وإيجاد مخرج لهذا المأزق. على مدى ساعتين سنخصص حلقة اليوم من دائرة الشرق لبحث كل الأبعاد السياسية الأمنية والعسكرية في الشأن الفلسطيني، فأهلا بكم. إذن نبدأ بالشأن الميداني والجانب الميداني من التطورات في فلسطين. فبينما يستمر القصف الجوي والبحري الإسرائيلي المكثف على غزة، تتوارد الأنباء عن استعداد إسرائيل أيضا لشن حرب برية ولدخول قواتها إلى غزة، مع استمرار وابل الصواريخ التي تطلقها فصائل غزة على عمق إسرائيل. الحصيلة الأخيرة التي سجلتها وزارة الصحة الفلسطينية تؤكد أن القصف الإسرائيلي أودى بحياة 87 شخصا في غزة، بينهم 18 طفلا و8 نساء. قصف يترافق مع استدعاء جيش الإسرائيلي 9000 جندي من الاحتياط لتعزيز قواته العسكرية على الحدود مع غزة الشمالية تحديدا. فما الذي يحدث هناك؟ هذه العملية العسكرية التي تشنها القوات الإسرائيلية لا يبدو أنها قريبة من الانتهاء، خاصة وأن قيادة الجيش الإسرائيلي تعمل على إقرار خطة للتدخل بريا في قطاع غزة بانتظار موافقة هيئة الأركان الإسرائيلية، فضلا عن تأكيد وزير الدفاع بني جانتس بأن العسكرية أو الحملة العسكرية متواصلة حتى ضمان هدوء طويل الأمد على حد تعبيره. طبعا إسرائيل تقول إن الهدف من هذا القصف على قطاع غزة هو استهداف القدرات العسكرية الصاروخية لحركة حماس وكذلك قياداتها والفصائل الأخرى. الحركة أعلنت عن إطلاقها 1500 صاروخ حتى الآن على مناطق مختلفة من غزة، ليصل العدد منها إلى مدينة تل أبيب وكذلك مدينة القدس. وفي تطور عسكري لافت اليوم، قالت كتائب القسام الذراع العسكري لحماس إنها استهدفت بصاروخ من طراز عياش 250 مطار رامون في أقصى الجنوب الإسرائيلي الذي يبعد نحو 100 كيلومتر عن غزة، غير أن مسؤولا إسرائيليا نفى لوكالة رويترز هذه الأنباء عن أن المطار قد تعرض لأي قصف، حيث تستخدمه إسرائيل لتحويل الرحلات الجوية له من مطار بن غوريون في سابقة هي الأولى. اللافت أيضا أن كتائب القسام أعلنت أنها بدأت باستخدام الطائرات المسيرة المفخخة محلية الصنع لضرب أهداف إسرائيلية، منها منصة الغاز قبالة ساحل غزة وحشود عسكرية للجيش الإسرائيلي على تخوم القطاع، وهو ما أكده الجيش الإسرائيلي من خلال إعلانه عن إسقاط طائرة من دون طيار انطلقت من غزة. ولليوم الرابع على التوالي دوت سفارات الإنذار في مدينة تل أبيب وعدة مدن ومناطق إسرائيلية بعد نقل وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر عسكرية بأن حماس أطلقت 100 صاروخ باتجاه تل أبيب وبير السبع. واعترضت القبة الحديدية الإسرائيلية بعض هذه الصواريخ القادمة من غزة باتجاه إسرائيل، بينما يحتمي كثيرون في الملاجئ في إسرائيل. القصف المتبادل بين إسرائيل وغزة اشتعل بعدما اقتحمت القوات الإسرائيلية
المسجد الأقصى قبل أيام عدة واعتدت على المصلين داخله. جاء ذلك عقب إجبار السلطات الإسرائيلية أهالي حي الشيخ جراح الفلسطينيين على إخلاء منازلهم لإحلال مستوطنين يهود مكانهم بعدما قضت محكمة إسرائيلية بإخراجهم منها، مما أثار تعاطفا ودعما عالميا وشعبيا واسعا. القبة الحديدية الإسرائيلية تشكل عصب الدفاع الجوي في إسرائيل، فهي لديها قدرة كبيرة على التصدي للصواريخ قصيرة المدى وقذائف الهاون. لنتعرف أكثر عليها في هذه الإحاطة الميدانية للمجريات في القدس. القبة الحديدية الصاروخية هي نظام دفاع جوي مضاد للصواريخ قصيرة المدى وقذائف الهاون، طورته إسرائيل عام 2007 لمواجهة صواريخ حزب الله والمقاومة الفلسطينية، ودخل حيز التشغيل في النصف الثاني من عام 2010. المنظومة الصاروخية للقبة تحتوي على جهاز رادار ونظام تعقب وبطارية مكونة من 20 صاروخا اعتراضي تحمل اسم تامر، ويحتوي كل صاروخ منهم على رأس حربي محمل بأحد عشر كيلوغراما من المواد المتفجرة ويصل مداها إلى 70 كيلومترا. تعمل منظومة الدفاع الجوي للقبة الحديدية من خلال خطوات عدة، تبدأ برصد الرادار للصواريخ المعادية وتحديد مدى سرعتها لتعطى الأوامر للصواريخ المضادة بالتحرك لاعتراض الأهداف. تكلفة الصاروخ الاعتراضي في القبة الحديدية تتجاوز $50,000، وهي قادرة على العمل في مختلف الظروف الجوية بما فيها السحب المنخفضة والعواصف والضباب أيضا. وحول ما يحدث من قصف متبادل بين إسرائيل وحماس والأنباء عن استعداد لتدخل بري إسرائيلي في غزة، رصدنا لكم بعض الآراء على مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا الكل مشغول هناك في التعبير عن آرائهم ودعمهم. هذا إبراهيم يقول: هناك أنباء عن نية إسرائيل تدخل البري في غزة، قرار أعاد لذهني صورة واحدة، صورة الشهيد محمد الدرة. أما حكيم أيضا على تويتر فيقول: إسرائيل قررت استدعاء 900 جندي للاحتياط على طول حدود قطاع غزة، إضافة للحشود الموجودة بالفعل. إسرائيل تنوي ارتكاب إبادة جماعية. أيضا محمد على تويتر يقول: إسرائيل لديها أسلحة متطورة للغاية وتستطيع رصد مواقع المقاومة العسكرية، لكنها تستهدف المدنيين والأطفال بشكل ممنهج. جرائم حرب كبرى تحدث في غزة. إذن ضمن هذه الحلقة الخاصة شاركونا بآرائكم في التصويت على هذا السؤال الذي سوف نطرحه لمدة ساعتين أمامكم، لأيضا تكونوا جزء من دائرة الشرق ويهمنا مشاركتكم على sharq.com/vote. نطرح هذا السؤال: ما النتائج المتوقعة للتصعيد العسكري بين إسرائيل والفلسطينيين؟ وطرحنا أمامكم بعض الاحتمالات. هل تتوقع النتيجة بعد هذا التصعيد بأن يتم تحصيل حقوق فلسطينية أم أن يتم احتلال أراضي فلسطينية جديدة طبعا، أم تتوقعون أن يعود الوضع كما هو وكما كان؟ على كل سوف نعرض عليكم هذا السؤال أثناء هذه الحلقة التي سوف نخصصها لمحاولة فهم نتائج المتوقعة للتصعيد العسكري بين إسرائيل والفلسطينيين، إن كان على المستوى الميداني أو كان على المستوى السياسي. كثير من السيناريوهات والاحتمالات تبقى أمامنا مفتوحة ومطروحة. إذن زوروا sharq.com/vote أو الشرق نيوز هي حسابنا على تويتر للمشاركة في هذا التصويت، سوف ترونه لاحقا في هذه الحلقة.
طيب، نحاول الآن أن نحدد محاور النقاش ونحاول أن نفهم ميدانيا، هل تقوم إسرائيل بدخول غزة برا؟ وما هي المقاومة الممكنة والمتوقعة من الفصائل؟ ما هي النتائج على المدنيين وعلى قطاع غزة وطبعا على الفصائل هناك؟ وما هي مصلحة إسرائيل بهدم الأماكن المكتظة والبيوت المدنية والأبراج الحيوية داخل قطاع غزة؟ كيف يمكن أن نحلل القدرة الصاروخية فصائل غزة من حيث الكم والنوع؟ للمحاولة إجابة على هذه النقاط والأفكار أرحب هذا من غزة بسيد طلال عوكل الكاتب والباحث السياسي، معي من تل أبيب السيد يؤاب شترن الإعلامي والباحث السياسي، معي من القاهرة الدكتور سمير غطاس رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية. دعوني أولا أرحب حقيقة من غزة لأفهم اليوم ما الذي يجري ميدانيا. سيد عوكل، يعني نحاول حقيقة أن نفهم أكثر ما الذي يجري في غزة، كيف يعني هي تفاصيل الوقائع هناك إن كان من ناحية السكان ومن ناحية التوقعات والتداعيات؟ لابد أن الكل اليوم مشغول، هل سيكون هناك دخول بري للقوات الإسرائيلية الجيش الإسرائيلي على غزة؟ كيف تستعدون لمثل هذه الخطوة وماذا تتوقع؟ مساء الخير، كل عام وأنتم بخير، وشعبنا الفلسطيني وشعوب أمتنا العربية بألف خير، كل محبي السلام والباحثين والعاملين من أجل السلام مهما تكن دياناتهم أو جنسياتهم، مساء الخير للجميع. يعني هذه المرة قطاع غزة يعيش حالة من ارتفاع المعنويات بشكل ملحوظ في الشارع الفلسطيني. أحيانا عندما تتم هناك عمليات قصف يخرج الشباب إلى الأسطح يصفقون ويصفرون ومبتهجون على كل حال، ما فيش خوف في قطاع غزة. هذه المرة الأمور مختلفة، زمام المبادرة بيد المقاومة، ولو كانت بيد إسرائيل لكانت توقفت الأمور منذ فترة. الحديث عن حشودات، يعني 9,000 جندي احتياط تم استدعائهم وقبلها 5,000، والحديث عن احتمال أن تكون هناك يعني عملية اجتياح برية، بالنسبة لقطاع غزة الأطفال قبل الكبار يعرفون أن هذا غير ممكن. إسرائيل فقط تحاول أن ترسم مشهدا مخيفا، ولكن يعني السؤال هو إذا كانت إسرائيل تريد أن تعود إلى قطاع غزة، ما هو الهدف؟ يعني هل هو الهدف مرة أخرى إعادة احتلال قطاع غزة واحتضانه من جديد بعد أن راهنت إسرائيل على هذا الانقسام، غزة فيها حماس والضفة فيها فتح، وبالتالي هذا عمليا يسوق الرواية الإسرائيلية بأنه لا شريك فلسطيني، وبالتالي يشكل اعتراض كبير أمام من يحاولون يعني البحث عن رؤية حل الدولتين. هناك كثيرون من الإسرائيليين الذين حذروا الحكومة من أن اجتياح بري لقطاع غزة سيكلف إسرائيل ثمنا باهظا، لأنه المؤشرات موجودة، يعني الناس هنا ستخوض معركة حياة أو موت، وعرف الإسرائيليون أكثر من مرة ما هي نوع التجهيزات التي أصبحت تحضرها فصائل المقاومة في قطاع غزة. إذن هذا سبب ثاني، والسبب الثالث هو أن حرب برية تحتاج إلى استعدادات أعلى بكثير من الاستعدادات الجارية، ولو كانت هناك نوايا لحرب برية لكانت إسرائيل قبل ذلك حضرت نفسها بشكل جيد. اليوم في ضغوطات عالمية على إسرائيل واتصالات مع الفلسطينيين من أجل خفض التوتر ومن أجل التهدئة، فهل يمكن لإسرائيل وسط هذا الحشد العالمي الضخم الذي يطالب بالتهدئة أن تقوم بعملية برية تحتاج إلى أشهر طويلة؟ إذن هذا الخيار مستبعد. أنا برأيي أن الخيار الأقرب إلى الذهن
وما يمكن أن نفهمه من الموقف الأمريكي. الولايات المتحدة الإدارة الأمريكية رفضت عقد جلسة غدا لمجلس الأمن بناء على طلب عدد من الدول الأوروبية، وقالت بعد ذلك أنه يمكن أن يفتح المجلس على نقاشات يوم الثلاثاء. هذا يعني أن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة مهلة بضعة أيام، والأيام القليلة المتبقية الهدف منها هو أن نتنياهو لا يمكن أن يسلم بمثل هذه الهزيمة التي تعيشها إسرائيل. والهزيمة ليست موضوع صواريخ فقط، في الشيخ جراح هزمت، في القدس هزمت، والآن في كل فلسطين التاريخية في إسرائيل هذه مشاهد أبارتهايد شفناها سابقا في جنوب أفريقيا. وبالتالي الجبهة الداخلية متصدعة جدا، ولهذا أعتقد أننا أمام يعني بضعة أيام يحاول من خلالها نتنياهو أن يعود ويدعي بأنه صاحب اليد العليا والطولة، وأنه قادر على حماية. طيب خليني أذهب أرى كيف يتم يعني الجدل حول هذا الموضوع، الحرب البرية، وكيف يمكن في بضعة أيام ما الذي يمكن أن يستعيده نتنياهو بأي شكل من الأشكال اليد العليا كما قلت. أذهب إلى تل أبيب، إلى السيد يواب شترن، هو الإعلامي والباحث السياسي. سيد شترن، هل توافق أو تستبعد الحرب البرية؟ كيف يتم الحديث عن الموضوع؟ كم القصة عسكرية ميدانية، هي حاجة ميدانية عسكرية بالنسبة لإسرائيل الدخول في غزة، أم هي حاجة سياسية إن كان لإسرائيل كلها وتحديدا لنتنياهو في هذه المرحلة؟ أول شيء بمناسبة عيد الفطر السعيد، كل عام أنتم بخير، مع أنه الأوضاع مش سعيدة والوضع محزن جدا ومأساوي حتى. كل عام أنتم بخير. أنا أوافق مع معظم كلام الأخ طلال من غزة. أعتقد أستبعد حاليا بالفعل دخول قوات برية إلى غزة، لأنه الهدف من هذا الدخول ليس واضحا، وإذا هناك كان هناك دخول بري إلى غزة فهذا ربما فقط على يعني ضواحي غزة، أو يعني دخول محدود جدا رمزي فقط، لأنه الثمن التي قد تدفعه إسرائيل وجيش الإسرائيلي من هذا الدخول البري سيكون باهظا بالفعل، ولا أرى ما هو سبب لهذا الدخول. أنا أريد أن أضيف إلى هذا الكلام نقطتين. على الموضوع العملياتي الإسرائيلي، إسرائيل كأنه هيأت نفسها في وقت الكورونا لمثل هذه الحالة. اليوم إذا سكرت، وهي سكرت المدارس في منطقة تل أبيب جنوبا، فالأولاد يتعلمون عن بعد مثل ما كان أيام الكورونا، والموظفين يعملون من البيوت، وليس هناك رحلات جوية مثل ما كانت بالماضي أو سياحة. فكأنه ظاهريا هناك استعداد أكبر لإسرائيل لدخول إلى معركة مع حماس مع غزة، وهذا يعني سبب الأول ربما التي أدى إلى اندلاع هذه الجولة الجديدة من الأنف. سياسيا هذا المساء تم إنجاز لنتنياهو والتي كان وراء هذا العملية أيضا. هو دائما نتنياهو يفكر بكل الأسعدة مع بعض، والسعيد السياسي حاليا مهم جدا لإله ربما أكثر من ذي قبل. لماذا؟ لأنه كان معنيا بعرقلة تشكيل الحكومة البديلة برئاسة بنت ولابيد، وهذا المساء أعلن بنت انسحابه من إمكانية تشكيل هذه الحكومة واستئناف المفاوضات السياسية مع حزب الليكود برئاسة نتنياهو على تشكيل حكومة. حاليا لا نعرف إذا هو فقط مناورات سياسية من قبل بنت، هذا عادة يأتي من مدرسة نتنياهو وليس من الآخرين.
مثل هذه المناورات السياسية. حاليا ليس هناك إمكانية لتشكيل حكومة بديلة، وهذا هو الإنجاز الذي بحث عنه نتنياهو أيضا. فلهذا السبب ربما يعني مع هذه التطورات السياسية في إسرائيل نرى نهاية سريعة جدا للصراع في غزة. لا أعتقد أنه سنصل، وهذا تكملة للأسئلة التي طرحتموها على المشاهدين، لا أعتقد أن الوضع سيكون مختلف بعد انتهاء هذه جولة من العنف. ماذا سيكون مختلف؟ كيف يمكن لنا أن نغير هذا الواقع؟ يعني فقط عن طريق استعمال العنف والطيران والقصف لغزة ومواقع حماس. وأيضا من الجانب الثاني أريد أن أعلق وأقول أنه إطلاق صواريخ بشكل عشوائي لكل أنحاء إسرائيل، لتل أبيب وإلى آخره، ما هو الهدف وراء هذا الموضوع؟ يعني فهل هذا يساوي قتل الأولاد في غزة أو في إسرائيل؟ فأنا أقول لا إمكانية لتغيير هذا الواقع عن طريق استعمال العنف أو القوة العسكرية، ولهذا السبب سنستمر في نفس الحالة. طيب أذهب إلى القاهرة. دكتور سمير غطاس، رأيتك تهز رأسك غير موافق، هل أنت يعني تتوقع يكون هناك حرب برية؟ هل تتوقع أن تتصاعد الأمور؟ أحاول في هذا الجزء قبل أن أذهب إلى فاصل أن أركز على الناحية العملاتية، على الناحية العسكرية الميدانية. اشرح لي وساعدني أنا والمشاهدين أيضا كما يعني فعل باقي الضيوف أن أفهم اليوم الوضع الميداني العسكري، المصلحة والحاجة بالنسبة للطرفين. يعني أولا يجب أن نستبعد نجاح أي وساطة في هذه المرحلة. الحديث عن الوساطات، عن وفود تذهب، عن وفود تأتي، هذا كلام يعني غير صحيح ولن يتحقق في المدى المنظور. علينا أن نستبعد هذا الخيار أولا، ثم نذهب إلى التحليل الآخر. التحليل الآخر بعيدا عن الكلام الصحفي، التقارير الصحفية، هذه الحرب مختلفة تماما عن كل الجولات السابقة 2008 2009 2012 2014. من لا يرى هذا الاختلاف الجذري ما بين هذه المواجهة والمواجهات السابقة يقع في خطأ بالغ. في كل المرات السابقة إسرائيل تحافظ على حماس، لا تريد من أن تنهي حماس في قطاع غزة. في هذه المرة هناك اختبار لإرادات، هل الردع الإسرائيلي يمكن أن يتعايش مع ما حصل بعد التوصل إلى تسوية كما حصل في تفاهمات 9-8 و9 و12 والتفاهمات الكبرى في 2014؟ لا أعتقد أن دولة مثل إسرائيل بهيمنة العقلية اليمينية والعسكرية في إسرائيل تستطيع أن تتعايش مع بين مزدوجين هزيمة وقل تراجع مسألة الردع إلى الحد الأدنى، ما جعل ربما أوافق يعني على أن الخطر في داخل كل المدن المشتركة من عكا للرملة لكل المدن المشتركة ما حصل فيها ربما أخطر من الصواريخ التي وقعت عليها، ويتجند نتنياهو شخصيا للمرور في هذه المنطقة، وحتى فرض حظر التجول والأحكام العرفية في هذه المنطقة. وبالتالي هذه حرب مختلفة. ما هو الاختلاف في هذه الحرب؟ الاختلاف في هذه الحرب أنه هذه حرب يتداخل فيها ما هو إقليمي مع ما هو محلي. إذا لم نرى هذه المسألة نخطئ كثيرا. هذه حرب إقليمية محلية داخلية، وبالتالي هناك قوة إقليمية تدير هذه المسألة، والدليل واضح تماما. قوة سياسية يعني ركنت على جنب، ومحمد الضيف والقيادة العسكرية هي التي تدير الأمور تماما، والجهاد الإسلامي والقسام، سرايا القدس والقسام، هم من يقودون هذه المعركة. هذه المعركة كانت معركة القدس بامتياز، وتوحد الشعب الفلسطيني خلف القدس وخلف الأقصى، وكان يمكن أن تحقق نتائج سياسية باهرة للشعب الفلسطيني. قطع هذا المسار، هذا المسار تحول إلى معركة عسكرية. هذه المعركة السياسية هناك اختبارات لإرادات الطرفين، وبالتالي أولا نستبعد مسألة إمكانية التوصل إلى الآن كما حصل في المرات السابقة، ونعود مرة أخرى إلى الحل العسكري. الحل العسكري هناك ملاحظتين سأقولهم بسرعة احتراما للوقت، بس لو سمحت. شكرا. يستحق يعني طبعا سوف نعود للتفصيل، ولكن الآن أحاول يعني أن أغطي العناوين. لو سمحتي بس
في مسألتين جديدتين، لأنه الكلام يعني المعاد إعادة مضغ الكلام السابق لا يفيد على الإطلاق. في مسألتين جديدتين، إسرائيل كانت تبحث دائما عن تدمير القوى العسكرية، هذا على جنب. الآن في مسألتين جديدتين، المسألة الجديدة الأولى أن إسرائيل تركز على ضرب كل البنية التحتية للأمن الداخلي لحماس، أي أنها لن تحتاج حماس مرة أخرى، كل الأمن الداخلي دمر بالكامل. اثنين، تم تدمير كل المصارف البنكية والمستودعات المالية لحماس، بمعنى أن حماس ستكون لديها أزمة، قطاع غزة كله سيكون لديه أزمة مالية. هذا الأمر لم يكن موجودا. إذا لم نرى ما هو جديد في التطورات العسكرية والميدانية، لا يمكن أن نصل إلى تحليل استراتيجي وليس تقرير صحفي. نحن لا نكتب التقرير مقالا في صحيفة. إذا كنا نريد أن نحلل فيجب أن نلاحظ المتغيرات. متغير أول أن هذه معركة إقليمية داخلية، متغير ثاني أن على الأرض هناك حرب تدار بوسائل حديثة بوسائل مختلفة، حماس تظهر إمكانيات جديدة، وإسرائيل تركز على ضرب معدل محدد، بمعنى أنها لم تعد تريد حماس أن تبقى. في احتمال أن يتطور الأمر إلى معركة برية، طبعا أي محلل لا يجب أن يستبعد، الذي يستبعد لا يفهم أي شيء في الاستراتيجية. هناك احتمال كبير تحشد لتقسم الشمال تحديدا، تدخل الشمال، لا يجب أن تدخل ب يعني كل غزة كامل، أيوة لا الشمال وتفصل يعني الشمال عن قطاع غزة. هذا احتمال قائم وممكن بالمناسبة عسكريا لمن يدرس العسكرية ولمن يفهم في الشؤون العسكرية. طيب، يعني وضعت الكثير من النقاط على النقاش، سوف أعود لضيوفي أيضا أفهم منهم ما رأيهم في هذه النقاط، ولكن اسمحوا لي أن تبقوا معي لو سمحتم، وأنتم أيضا مشاهدين، فاصل قصير ابقوا معنا لحظات ونتابع معكم هذا التحليل والحوار من دائرة الشرق. أهلا بكم مشاهدينا إلى دائرة الشرق في هذه الحلقة الخاصة التي نحاول فيها أن نحلل ونفكك تعقيدات وتطورات المشهد الفلسطيني، وطبعا بكل أبعاده بين إسرائيل وغزة والناحية العسكرية والسياسية. نحن مستمرون حتى نهاية هذه الحلقة في الموضوع، ولكن أعود وأرحب بضيوفي من غزة، السيد طلال عوكل من تل أبيب، السيد يواب أشترن، ومن القاهرة الدكتور سمير غطاس. أعود فورا إلى غزة. سيد طلال، هل توافق بأنه الهدف اليوم هو ليس كما كان، الهدف اليوم الإسرائيلي هو إنهاء حماس، وهذا ربما يدفعني لسؤالك، هل يمكن إنهاء حماس وأنها حرب إقليمية ليست بأي شكل من الأشكال هي نفس قواعد الاشتباك، أو يمكن أن تنتهي على نفس قواعد الاشتباك التي انتهت إليها 2014 والحروب قبلها، يعني إنه حماس تظل بين قوسين معزولة أو يعني مسؤولة عن قطاع غزة فقط، وأن هناك اليوم وسائل مختلفة عسكريا تحديدا. سألتك هذا السؤال عن حماس وصواريخها، المدى والكثافة غريب، يعني فيها في كثافة 1500 صاروخ عادة هي تقتصد في استعمال هذه الصواريخ، غير نتحدث عن المدى الأطول. يعني أولا مرة أخرى، يعني الموقف الذي يمكن أن يتخذه سين أو صاد من حماس من الإخوان المسلمين، وأنا لست إخوانيا ولست حمساويا، مش معقول ينقلنا إلى دائرة تحليل يعني تجرد الفلسطيني الفعل الفلسطيني من وطنيته. إقليمية بأي معنى؟ إقليمية في محور مقاومة وفي دعم بمعنى أن ضرورة تحريك هذا التصعيد لم تكن لحاجة فلسطينية وإنما كانت لحاجة إقليمية، هذا المقصود فيه سيد تمام. لا هي بالأساس لحاجة فلسطينية. الإقليم ساعد في أن يعزز الدوافع. بأي معنى؟ بمعنى عمليات التطبيع العربية، يعني مكانة القضية الفلسطينية وتراجعها، الوضع الفلسطيني الداخلي، كله كانت جزء من الحوافز. يعني الآن
يحصل ما يحصل في القدس والكل شاهد ذلك وفي الشيخ جراح، ماذا ينتظر من سكان قطاع غزة؟ من 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة ماذا ينتظر منهم أن يفعلون؟ أن يصدروا بيانات على طريقة الجامعة العربية مثلا؟ ثم يعني عند الحديث عن المواقف والدوافع يعني والأهداف أيوة. يعني ما بإمكان الإنسان سيد عوكل حتى لا نغرق لو سمحت لي، يعني أنا لا أريد أن أغلق هنا أغرق في صراع أفكار أو لا شخصي ولا مواقف، أنا بالفعل أريد أن أفهم تحليل كل منكم كلهم من زاويته، يعني أنت اليوم في غزة أحاول أن أفهم منك ما هو الجديد في أسلوب إطلاق الصواريخ، وأيضا حقيقة لا نفهم لماذا أو ما هي مصلحة إسرائيل باستهداف هذه الأبراج مثلا العالية، كنت أتحدث عن برج الشروق، هل هي فقط هل صحيح أنه في صواريخ تحت هذه المباني، في صواريخ حتى يعني خلف في ساحات الخلفية للبيوت المدنية، أين هي قيادات حماس، هل صحيح أنها أول من تخرج من غزة عندما يصير فيها مثل هذا التصعيد؟ خبرني أكثر عن هذه تفاصيل اليوم التي نتساءل فيها عن القطاع. تمام. أولاً 7 سنوات منذ حرب 2014 المقاومة لم تهدأ ولا لحظة واحدة، والكل يعرف ذلك، أصبح لديها قدرات تصنيعية وتدريب وقدرات تكنولوجية. اليوم الإسرائيلي يشكو يطلب من سكان المستوطنات إطفاء الكاميرات لأن هناك عمليات اختراق من قبل حركة حماس، هناك تصنيع، هناك طائرات مسيرة اسمها شهاب، هناك ضفادع بشرية، هناك قدرات للصواريخ تصل إلى 250 كيلومتر، هناك أسلحة مضادة للدروع لاحظناها اسمها كورنت، وربما هناك أيضا يعني أنواع أخرى. قدرات المقاومة تطورت بشكل كبير. الآن هذه القدرات بدأت تظهر شيئا فشيئا. من يبدأ بعد 4 أيام بإطلاق 1400 صاروخ أو 1500 صاروخ معناه لديه القدرة على المداومة وإطلاق صواريخ من هنا حتى شهر على الأقل. أنا لا أعرف بالضبط كم لديها من مخزون، ولكن هناك ثقة من قبل القسام ومن قبل أطراف المقاومة الأخرى. الآن يعني قيادات حركة حماس والقيادات العسكرية والسياسية، ما هو معروف أنه هناك غزتين، غزة فوق الأرض وغزة تحت الأرض، وبالتالي إسرائيل بتحاول تبحث بكل وسائلها الاستخبارية سواء يعني على الأرض أو التكنولوجية أو الأقمار الصناعية وما إلى ذلك عن القيادات، وبالتالي تترصد تحاول أن تصطاد ما يمكن اصطياده. على كل حال، بس النقطة الأخيرة جوابا على السؤال بكتير بسرعة سيد طلال، قصف الأبراج والبيوت واستخدام الغاز الخطر، الغاز المحرم دوليا، هو تعبير عن حالة إفلاس إسرائيلي. بنك الأهداف انتهى، ولذلك تحاول أن تضغط على الناس في قطاع غزة من خلال هذه الأساليب. طيب سيد الشعن، أنا كثير آسفة، الوقت كثير ضغطنا، بالفعل مواضيع جدا مهمة ونقاط التي تتحدثون عنها مهمة. هل هناك من يدعم اليوم أي التوصل إلى تهدئة وعملية سلام، أم أن اليوم اليمين الإسرائيلي منجر والمتطرف أكثر منجر وراء لا صوت يعلو فوق صوت المعركة؟ بدقيقة لو سمحت. أعتقد أنه نتنياهو يستطيع الوصول إلى تهدئة، ليس عملية سلام وإن تهدئة. وهنا أريد أن ننوه بأن لابد من وساطة مصرية، بدون مصر ليس هناك تقدم فيما يحدث في غزة، وإسرائيل بحاجة إلى الوساطة المصرية لكي تقول ليس بيننا وبين حماس أي مفاوضات، وإنما اتفقنا مع المصريين، مع الطرف المصري. فلهذا السبب أقول أنه الموقف المصري يجب أن يكون أنهم مستعدين للدخول بين الطرفين أينما هناك حاجة لهذه الوساطة، لأن بدون مصر ليس هناك حل لهذا الموضوع.
للأسف أنا مضطرة أن أختم الآن بدون أن أعود لمصر، ولكن شكرا لك دكتور سمير غطاس، كنت قد يعني أعطيتنا إحاطة ممتازة. الدكتور سمير غطاس رئيس منتدى الشرق الأوسط دراسات سياسية واستراتيجية من تل أبيب، السيد يوآب شترن الإعلام والبحث السياسي من غزة، السيد طلال عوكة الكاتب والباحث السياسي، شكرا لكم جميعا على مشاركتكم وآرائكم. أهلا بكم جديد إلى دائرة شرق، وطبعا نحن نتابع التطورات في الشأن الفلسطيني. وقد ورد الآن بأن هيئة البث الإسرائيلية، يعني نتحدث عن تقارير إعلامية هنا، أنها نقلت عن وسائل إعلام لبنانية أيضا إطلاق صواريخ من جنوب لبنان على مستوطنة بإسرائيل. حتى الساعة نحن أمام تقارير إعلامية، رسميا الجيش الإسرائيلي يتحقق من صحة هذه التقارير الإعلامية اللبنانية من بالأساس، ونقلتها عنها وسائل إعلام إسرائيلية، وتقول بإطلاق صاروخ من جنوب لبنان على مستوطنة بإسرائيل. إذن سوف نتابع هذا الموضوع، إن كان هذا سيعني توسيع رقعة الاشتباك والتصعيد ودخول لبنان وحزب الله في التصعيد الجاري بين غزة والجيش الإسرائيلي. على كل التزامن مع هذا التصعيد العسكري إذن التي نتحدث عنه أيضا بين إسرائيل وغزة، الوضع داخل إسرائيل يموج بتطورات غير مسبوقة بسبب استمرار الاحتجاجات من قبل عرب إسرائيل أو ما يسمى بفلسطينية الداخل، مما دفع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى منح المفتش العام للشرطة الإسرائيلية منحه الصلاحيات لإدخال جنود من الجيش إلى المدن الإسرائيلية لقمع المتظاهرين من فلسطيني الداخل، وذلك على الرغم من معارضة وزير الدفاع بيني غانتس. فما الذي يحصل في الداخل الإسرائيلي داخل البلدات التي فيها عرب وأخرى عرب وإسرائيليين؟ القصة بدأت عندما تضامن الفلسطينيون في الداخل الإسرائيلي وفي عدة مدن مع ما حدث بحق أهالي لحي الشيخ جراح في القدس بعد إجبار عائلات على مغادرة منازلهم بأمر من المحكمة الإسرائيلية وبقوة الشرطة، ومما زاد من حدة المشهد اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى في أثناء صلوات رمضان. برز اسم مدينة اللد التي يقطنها الفلسطينيون من خلال مواجهات وقعت بينهم وبين متطرفين يهود وقوات الشرطة الإسرائيلية. المواجهات هذه أدت إلى إجبار السلطات على فرض حالة الطوارئ في المدينة وحظر لتجوال، ودخل حيز تنفيذ مساء اليوم. الشرطة قالت الإسرائيلية إن الاعتداءات كانت أكثر من جانب اليهود ضد الفلسطينيين العرب في اللد، وهو ما وثقته المقاطع المصورة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي أظهرت بالفعل متطرفين يهود يعترضون ويتعرضون للفلسطينيين بتخريب ونهب متاجر العرب ومهاجمة المارة في الشوارع، فضلا عن الاعتداء عليهم داخل المنازل. اللد ليست وحدها التي فضت مساندة لأهالي القدس وما تعرض له المسجد الأقصى، فقد خرج الفلسطينيون في مظاهرات في عدة مدن رئيسية منها عكا، الناصرة ورهط. هذه المظاهرات والمواجهات توسعت وتصاعدت حدتها في ظل الحملة العسكرية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، الذي يشهد أيضا عمليات إطلاق صواريخ من قبل حماس باتجاه الأراضي الإسرائيلية. القوات الإسرائيلية أكدت أنها تتعامل مع مواجهات عنيفة في المدن والأحياء المختلطة بين العرب واليهود في داخل الإسرائيلي. هذه المواجهات حذر منها الرئيس الإسرائيلي وقال إنها قد تؤدي إلى حرب أهلية، هكذا قال. إذن وبمتابعة لبعض التقارير الإعلامية التي أفادت بإطلاق صاروخ من الجنوب لبنان نحو مستوطنة إسرائيلية، هذا على ما يبدو رئيس بلدية إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية يقول بأن ثلاثة صواريخ قد أطلقت بالفعل من جنوب لبنان ولكن دون وقوع إصابات. ما زالت هذه التقارير إعلامية، ليس لدينا أي تأكيد رسمي من أي جانب، إن كان من الجانب اللبناني طبعا هذا مستبعد، وأيضا من الجانب الجيش الإسرائيلي لا يبدو أن هناك الآن تأكيد. الجيش الإسرائيلي يؤكد إذن بأن ثلاثة صواريخ بالفعل قد تم إطلاقها من جنوب لبنان، ولكن ليس هناك أي إصابات أو أي يعني تداعيات أو أذى سقوط أي
أي ضحايا، ولا يبدو إذن بأنها قد أدت إلى أي أثر. إذن سقوط 3 صواريخ قادمة من جنوب لبنان نحو مستوطنة إسرائيلية كما يؤكد الجيش الإسرائيلي. لنتابع إذن ونتحدث حول ما يحدث في الداخل الإسرائيلي، تحديدا في البلدات عرب فلسطين، العرب إسرائيل أو فلسطين 48. استطلعنا لكم بعض الآراء على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع. هذا مثلا ميشيل على تويتر يقول: الوضع تأزم بشكل كبير في اللد وحيفا وعكا، وبات أقرب إلى حرب الشوارع. يجب وضع حل عاجل لهذه الأزمة ووقف سفك الدماء. أما رامي على تويتر فيقول: إطلاق يد وسلاح المستوطنين بالمدن الفلسطينية التي تسمى مختلطة ليست عنصرية عابرة، بل هي استكمال للمخططات الحكومية للتطهير العرقي ضد الفلسطينيين. طه يقول: إسرائيل تمارس إرهاب الدولة بمساعدة المستوطنين اليهود ضد فلسطيني داخل العزل أمام مرأة ومسمع من المجتمع الدولي. إذن لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من حيفا عبر زوم دكتور سليم بريك، وهو محاضر في العلوم السياسية في جامعة حيفا، وهو مؤلف كتاب العرب في المدن المختلطة ومقارنة للجوانب السياسية. أهلا بك يا دكتور. أيضا من القدس عبر أقمار صناعية ينضم إلينا الدكتور خليل تفكجي، مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية. أهلا بك دكتور معنا. أبدأ من حيفا معك دكتور سليم. ما الذي نشهده الآن؟ كيف يمكن أن تحلل ما أكثر ما لفت نظرك بمساندة اليوم فلسطينية الداخل، إن كان للأقصى إن كان للقدس، وما هي علاقتهم بما يجري مع غزة؟ الحقيقة ما يحدث في المدن المختلطة هو عملية تراكمية. يعني صحيح أنه كان كل هذا الوضع قد بدأ بسبب ما تقوم فيه إسرائيل من محاولة طرد وعمليا تطهير عرقي في الشيخ جراح، وكذلك كل الهجوم على مسجد الأقصى وباب العمود وكل ما رأينا هناك. ولكن المشاكل بين العرب واليهود في المدن المختلطة هي قديمة. أساسها أن اليهود لم يسلموا بوجود عرب في المدن المختلطة، والحكومات عادة تنتهج سياسة متعددة الأطراف لتضييق الخناق على المواطنين العرب من أجل إخراجهم. مثل ماذا؟ نعم؟ مثل ماذا هذه التفاصيل؟ لأنه كل ضيوفي يعني إسرائيليين يقولون لا، الفلسطينيين يتمتعون بكل حقوقهم في الداخل. لا هذا نعم هذا غير صحيح. أولا يعني في سنة 2003 خرجوا 50 راب من أهم الربان اليهود برسالة أرفقتها كمان في البحث اللي أنا عملته، طالبوا اليهود في المدن المختلطة بعدم إيواء العرب، عدم بيع البيوت للعرب وعدم تأجير البيوت للعرب. ونحن نعرف أيضا طول الوقت بأن العرب عندما يريد أن يشتروا بيت في المدن المختلطة تكون هناك مشاكل كثيرة في هذا الموضوع. فإذا أولا الجانب الديني، يعني المتدينين اليهود يرفضون وجود عرب جيران لهم في المدن المختلطة. الأمر الثاني اللي احنا بنعرفه هو جينيفيكاتسيا، والتي تحدث في يافا وتحدث في عكا على وجه الخصوص، وهي محاولة إخراج العرب بواسطة ضغوط اقتصادية. وبهذه الطريقة عمليا يعني يضيقون الخناق على العرب لكي يخرجوا. على سبيل المثال كان هناك تفكير بإقامة مدينة سردين، عمليا مدينة مكتظة جدا للعرب في منطقة الجليل، فقط لإخراج العرب من عكا. وبسبب الخطر الذي يروه اليهود في عكا بأن العرب هم ثلث المدينة. الطريقة الثالثة عمليا هي إدخال بؤر استيطانية، وهذا بدأ بسنة 2008 لكل المدن المختلطة، يعني في حيفا، في عكا، في يافا، في اللد، في الظلي، في كل مكان أدخلوا بؤر استيطانية تستند على مستوطنين مسلحين الذين يجوبون الشوارع، يضايقون المواطنين العرب، وعمليا يريدون بكل طريقة أن يؤدوا لذلك، أن يخرج العرب من المدن المختلطة إلى القرى المتاخرة. نعم. وما حدث اليوم هو انفجار بسبب كل هذه السياسات المختلطة.
طيب أذهب إلى القدس، حيث يعني الصرخة هي القدس والقضية هي القدس، وما حدث في حي شيخ جراح يعني حرك الخارج والداخل، وهنا سؤال تحديدا عن هذه الحركة في الداخل في من فلسطينية الداخل. دكتور تفكجي، كم تفيد، كيف تؤثر، حتى لا أقول تضر، كيف تؤثر على القضية الأساسية، على القدس، على هذا الامتداد؟ هل تغير من المعادلات الإسرائيلية هنا والفلسطينية؟ أولا بالنسبة للجانب الفلسطيني في داخل مدينة القدس بعد إقامة الجدار، المتنفس الوحيد والذي يدعم مدينة القدس هم فلسطينيين الداخل، وبالتالي قضية ما تم في قضية المسجد الأقصى، وكانت الحافلات قادمة من الشمال لدعم السكان الفلسطينيين في داخل مدينة القدس هم 48. فبالتالي نحن الآن في المتنفس الوحيد الذي يدعم مدينة القدس هم 48. أما ما قطاع غزة فهي مفصولة منذ عام 2001. أما الضفة الغربية فقد تم إقامة السور ولا يستطيع أي إنسان أن يدخل إلا بإذن إسرائيلي. فبالتالي عملية الدعم التي يأتي بها سواء كان من أعضاء الكنيسة أو من المتضامنين الفلسطينيين القادمين من جميع أنحاء فلسطين باتجاه مدينة القدس هي تدعم بشكل كبير جدا. قضية الشيخ جراح هي ليست قضية منفصلة عن 48. الزميل تكلم عن قضية التطهير العرقي في عكا، التطهير العرقي في يافا، أيضا التطهير العرقي هي عملية سحب هذا الموضوع في قضية القدس. التطهير العرقي يجري في داخل مدينة القدس منذ 67. أيضا كل ما يجري الآن في داخل مدينة القدس هو عمليا ما تم تطبيقه في 48 هو يجري تطبيقه في داخل مدينة القدس، وبالتالي ما يجري الآن في داخل مدينة القدس والانتفاضة في داخل مدينة القدس هي انعكاس وتراكمية لما حدث في 48، ويعرفون ماذا سيحدث. قضية يافا على سبيل المثال لا يسمح لأي فلسطيني أن يرمم منزله أن يشتري منزل. عكا البلدة القديمة يتم ترحيل السكان الفلسطينيين منها وعدم ترميمها. القدس أيضا في داخل مدينة القدس هي نفس النتائج، يعني نفس السياسة التي وضعت في 48 هي وضعت لمدينة القدس. نعم. طيب أريد بجواب نعم أم لا، هل هذه الهبة دكتور بريك هل ستغير، هل ستحسن من شروط فلسطينية الداخل؟ نعم أم لا؟ الحقيقة لا، ستزيد التنبل والوضع سيكون أسوأ. دكتور خليل، كأنك توافق بأنها لن تحسن من الشروط. نعم لن تحسن، لأن هنالك تمييز عنصري، ما حدا بيعرف أنه ماذا يحدث في 48. كنا نملك 96%، أصبح نملك 4% اليوم. في داخل الضوء بداخل 48 وضعوا وحشروا في الحيز في داخل القرى الفلسطينية، ممنوع البناء بدون ترخيص، هدمة. إذن هذه السياسة سحبت على داخل مدينة القدس. أنتم عندما تتكلمون عن فلسطينيين 48 تكلموا عن النقب كيف يعيشون في الصفيح، عرب النعيم في منطقة الجليل يعيشون في صفيح، هنالك قرى غير معترف فيها بال 48. هذه قضية لا يعرفها أي إنسان إلا من عاش في هذه المنطقة. طيب ولكن باختصار دكتور بريك، هذا الضوء العالمي الذي سلط اليوم بسبب حي الجراح وبسبب التحرك، ألا تتوقع أن يكون له أي ثمار؟ بالنسبة لأوروبا وحتى بعض الدول العربية أنا متفائل أكثر بأنه ستكون هناك حركة، وباعتقادي ما يحدث في الشيخ جراح هو فعلا كارثة بكل المقاييس. يعني هناك محاولات لطرد عائلات من بيوتها بشكل يعني يرتقي إلى جريمة حرب، ولذلك أعتقد أنه بعض الدول الأوروبية ستتحرك بشكل مختلف عما كان في الماضي، وربما بعض الدول العربية نحن نرى مثلا موقف مشرف من الأردن في هذا الموضوع. شكرا دكتور سليم بريك، شكرا لك دكتور خليل تفكجي، شكرا لكم مشاركتنا في هذا الموضوع الهام. أهلا بكم من جديد، أعود وأرحب بكم في دائرة شرق، وطبعا كما بدأنا نحن نخصص اليوم هذه الحلقة لمتابعة التطورات الميدانية العسكرية وتلك السياسية لما يحدث في فلسطين وإسرائيل، ونحاول تغطية كل الجوانب الداخلية وطبعا الإقليمية والدولية. أهلا بكم من جديد لنتابع.
اهلا بكم من جديد الى دائره الشرق. في خضم الدعوات الدوليه الى التهدئه في اسرائيل وغزه، اعترضت الولايات المتحده على طلب تقدمت به كل من النرويج والصين وتونس لعقد جلسه علنيه لمجلس الامن التابع امم متحده لمناقشه العنف المتصاعد بين اسرائيل والفلسطينيين. فما هي التطورات السياسيه الدوليه والاقليميه؟ هذا الرفض الامريكي عقبه تصريح من البيت الابيض على لسان متحدثه باسمه التي قالت إن مصر وتونس ودول أخرى في المنطقة يمكنها أن تلعب دورا في المدى القريب لتهدئة الصراع الدائر بين الإسرائيليين والفلسطينيين. الشرق حصلت على معلومات من مسؤولين فلسطينيين تفيد بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس نية إدارته استئناف العمل على إعادة إحياء العملية السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين. بايدن أكد لعباس في رسالته على اعتبار مدينة القدس الشرقية من قضايا التفاوض على الحل النهائي بين الجانبين، وأن فريقه سيتواصل مع الجانب الفلسطيني من أجل تحقيق هذا الغرض. وأبلغ بايدن رئيس عباس أن وزير خارجيته أنتوني بلينكن سيجري اتصالات معه لحل الأزمة، كما أشار إلى أن هناك مبعوثين عن الإدارة الأمريكية سيصلون إلى فلسطين وإسرائيل لإجراء محادثات مباشرة مع الطرفين. أما عن موقف عباس فيقول مسؤول فلسطيني إن الرئيس الفلسطيني يرى أن الحراك الدبلوماسي الأمريكي جاء على خلفية تفجر المواجهات الفلسطينية الإسرائيلية في قطاع غزة وفي القدس والضفة الغربية، وأن الإدارة الأمريكية لم تكن مستعجلة لفتح الملف الفلسطيني الإسرائيلي، لكن الأحداث قد سرعت بذلك. جاء ذلك على خلفية إذن هذا الاتصال الهاتفي بين بايدن ونتنياهو، أكد فيه الرئيس الأمريكي على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الصاروخية لحماس، وفي وقت رفضت فيه إسرائيل مقترحات للتفاوض على بنود التهدئة العسكرية. من جانبه تحدث الرئيس الفرنسي ماكرون مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقال إنه سيتحدث مع عدة مسؤولين في المنطقة بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليعرب عن الحاجة الملحة لاستعادة السلم واستئناف المفاوضات وعن رغبة فرنسا في المساهمة فيها مع احترام التطلعات المشروعة للجميع. الاتفاق الأبرز لوقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي كان في عام 2014، وهو الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد موجة من العنف الطويل. لنستعرض ونستذكر أبرز بنوده. بعد 7 أسابيع ضارية من القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، توصل الطرفان لوقف إطلاق نار دائم برعاية مصرية في أغسطس من عام 2014. توقف بمقتضاه حماس والجماعات الأخرى في غزة إطلاق كل الصواريخ والهاون على إسرائيل، فيما توقف إسرائيل كل العمليات العسكرية بما في ذلك الضربات الجوية والعمليات البرية، وتفتح المزيد من معابرها الحدودية مع غزة. كذلك تسمح إسرائيل عبر فتح المعابر بتدفق البضائع والمعونات الإنسانية ومعدات إعادة الإعمار إلى القطاع بعد ما طاله من دمار. واتفق الجانبان على أن توسع إسرائيل نطاق الصيد البحري قبالة ساحل غزة إلى 6 أميال بدلا من 3 أميال مع احتمال توسيعه مستقبلا. كما تضمن الاتفاق عودة الطرفين إلى طاولة التفاوض بعد شهر من تاريخه لمناقشة القضايا المعقدة الأخرى مثل مطلب الفلسطينيين بناء مطار وميناء بحري في غزة. كذلك أكد الاتفاق على التزام حماس والجماعات الأخرى بعدم السماح بإدخال أسلحة إلى القطاع.
التصعيد في الأراضي الفلسطينية يشكل اختبارا للرئيس الأمريكي جو بايدن وسط انشقاقات بين الديمقراطيين بهذا الصدد، هذا حسب تقرير مطول لصحيفة واشنطن بوست. التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين اختبار لبايدن ويكشف عن انقسامات بين الديمقراطيين. تحت هذا العنوان كتبت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تقريرا مطولا تستعرض فيه تحديات تواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن إزاء أسوأ نزاع بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس منذ سنوات. ويضيف التقرير إلى قائمة التحديات انتقادات الجمهوريين لنهج بايدن. الصحيفة الأمريكية تشير إلى احتفاظ إسرائيل بكوكبة من الداعمين المتشددين لها في القيادة الديمقراطية، لكن عددا من المشرعين الشباب يتحدون العقيدة الموالية لتل أبيب في الحزب وتضغط على الإدارة الأمريكية وسط استطلاعات رأي تؤكد تزايد الشكوك بين الديمقراطيين حول الإجراءات الإسرائيلية. أبرز هذه الاستطلاعات صادرة عن معهد غالوب في مارس الماضي، وتشير إلى أن 53% من الديمقراطيين يؤيدون ممارسة المزيد من الضغوط على إسرائيل مقابل 43% عام 2018 و 38% في العقد السابق، ما يمثل تغييراً جوهرياً في وجهة نظر الديمقراطيين حول السياسة الأمريكية. أما أسباب الانشقاق بين الديمقراطيين بهذا الصدد فتلخصها الصحيفة بتباطؤ إدارة بايدن في تنفيذ وعوده الانتخابية بشأن القضية الفلسطينية على غرار إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس التي كانت بمثابة السفارة الفعلية للفلسطينيين في القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة، فضلا عن إعادة فتح مقر البعثة الدبلوماسية لمنظمة التحرير في واشنطن. وحول ما يجري بين إسرائيل والفلسطينيين رصدنا لكم بعض الآراء على مواقع التواصل الاجتماعي طبعا التي تضج بهذا الموضوع. هذا على تويتر، عبيد يقول: تصريحات بايدن عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها دون الاعتراف بانتهاكات إسرائيل التي أشعلت الأزمة تعني أن أمريكا ستنحاز إلى انتهاك حقوق الإنسان. أما بن يونس فيقول: كنا نعتقد أن بايدن منصف لحقوق الإنسان كما كان يدعي أمام الانتخابات، والآن ها هو يشجع إسرائيل على جرائمها ضد شعب أعزل. أحمد أيضا على تويتر يقول: إدارة بايدن متخبطة وينعكس هذا الأمر على الشرق الأوسط، تارة لتحسن العلاقات مع فلسطين وتارة تقف مع إسرائيل تندد بإرهاب إيران وترفع العقوبات عنهم. إذن في هذا الجزء من التغطية من دائرة شرق نحاول أن نركز على الوساطة أو محاولات اليوم الوساطة ووقف التصعيد، ونسأل: ما هي الآثار المترتبة على التصعيد العسكري بين إسرائيل وغزة، ولمصلحة من سينتهي هذا التصعيد؟ هل ستكون المكاسب إسرائيلية أم فلسطينية، أم يبقى الحال كما هو، أم بالفعل نشهد انطلاق محادثات سلام جدية بشكل من الأشكال؟ وطبعا التوقيت ومن من الوسطاء هم المرشحون للقيام بهذا الموضوع. على كل أضع كل هذه النقاشات والأفكار أمام ضيوفي، هذا من رام الله اللواء الدكتور محمد المصري مدير المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية، أهلا بك. ومن وعبر زوم من غزة هذا السيد سمير زقوت نائب مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، أهلا بك سيد سمير. وعبر سكايب من واشنطن السيد ريتشارد شيمرر الدبلوماسي الأمريكي السابق ورئيس مجلس إدارة مجلس سياسات الشرق الأوسط، أهلا بكم معنا جميعا في هذه التغطية. فقط لأبقي المشاهدين وأنتم أيضا مشاهدين معنا في الأخبار العاجلة، طبعا كنا ذكرنا بعض الأنباء التي تحدثت عن سقوط ثلاثة صواريخ أو إطلاق ثلاثة صواريخ من جنوب لبنان. قد أكد الجيش الإسرائيلي هذا الموضوع وقال بأنها سقطت
في البحر، وهذا يعني لم يؤدي إلى إطلاق رصاص صفارات الإنذار وبالتالي لا خسائر. طبعا هذا يضعنا أمام السؤال عن التخوف من توسع رقعة الاشتباكات الإقليمية، وأيضا كان هناك الآن تصريح لوزير الخارجية الأمريكية يقول بأن واشنطن تعرب عن القلق العميق إزاء أعمال العنف في شوارع إسرائيل. طبعا نحن نتحدث عن بعض الاشتباكات أو المواجهات التي حدثت في داخل البلدات المختلطة بين عرب 48 وبعض المستوطنين والمتطرفين من اليهود. وقال أيضا بلينكن بأنهم واضحين للغاية بأن الهجمات الصاروخية يجب أن تتوقف، وأيضا واضحين بشأن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. إذن عن ماذا نتحدث الآن؟ دعوني أذهب لأفهم ربما الموقف الأمريكي من ضيفي هناك. أهلا بك معنا من واشنطن على ما أعتقد. سيدي، ماذا كيف يمكن أن نفهم اليوم هذا التصريح سيد ريتشارد؟ ما هي محدودية الموقف الأمريكي؟ هل هناك تخبط أم أنه في حساسية معينة؟ اشرح لي أكثر الموقف تجاه ما يحدث. بداية يجب أن نشير إلى أن الرئيس بايدن عندما وصل إلى سدد الرئاسة حاول أن يعيد تحديد الموقف الأمريكي تجاه إسرائيل والأزمة الفلسطينية الإسرائيلية، وحاول أن يعيد التوازن في المقاربة الأمريكية وأن يرمم العلاقة مع الفلسطينيين وأن يعيد فتح قنوات الحوار مع الفلسطينيين، وبما في ذلك إعادة فتح التمثيل الدبلوماسي للفلسطينيين في واشنطن. للأسف أعتقد أن الوضع الحالي يأتي من أن بعض السياسات المتشددة شعروا أنهم متقدمين، حاول بايدن أن يعوض عن ذلك، ولكن الأزمة الحالية يشير إلى مدى صعوبة هذا الأمر. الولايات المتحدة تفعل كل ما بوسعها، ولقد أرسلنا دبلوماسيا رفيعة المستوى لديها علاقات جيدة مع الطرفين في محاولة لإقناعهما بالتهدئة. أولا يجب أن يكون هناك وقف إطلاق نار، وبعد ذلك يجب أن يكون هناك جهود للتعامل مع المسببات التي أدت إلى أعمال العنف هذه. طيب لأذهب إلى غزة، سيد سمير زقوت، هل نتوقع موافقة على وقف إطلاق النار؟ يعني اليوم في عرضنا تقرير حول شروط وبنود وقف إطلاق النار كان في 2014، طبعا جاء بعد 7 أسابيع من القصف الكان المركز والشديد على قطاع غزة. هل تتوقع أن تطول هذه المدة الآن؟ وهل توافق اليوم حماس على نفس الشروط، عدم إدخال السلاح، وقف إطلاق الصواريخ، يعني تحسين في بعض شروط المعيشية من إعادة الإعمار، بعض الأمتار الإضافية للصيد؟ يعني أنا أعتقد أن الأحداث تجاوزت هذا. يعني حماس والمقاومة في غزة عندما بدأت في الرد على ما يجري في القدس من عمليات تهويد الشيخ جراح والتهجير القسري للسكان الأصليين وانتزاع ملكياتهم وبيوتهم، يعني كان هناك تحذيرات واضحة أن هذا أمر يعني خط أحمر ولا يمكن أن نصمت عليه، وإلا فما جدوى أن نسمي أنفسنا مقاومة فلسطينية. لذلك وحتى بعد أن بدأت الاشتباكات كان الموقف المعلن دائما أن تلتزم دولة الاحتلال باحترام القانون الدولي الإنساني في تعاملها مع سكان القدس، مع المسجد الأقصى، مع حي الشيخ جراح وما إلى ذلك. أنا أعتقد التجارب السابقة من كل العدوانات التي شنتها إسرائيل، وهي كانت تشن العدوان بغرض الدعاية الانتخابية في السابق، لأنه لم يكن هناك ردعا يؤثر أو أسلحة تطال وتؤثر على المواطن داخل دولة الاحتلال. لذلك كانت تقوم بحملاتها بسهولة شديدة. بعد عام 2014 تغيرت القواعد نسبيا، أصبح هناك رد مؤثر مؤذي قليلا، كانوا يذهبون إلى اتفاقيات تهدئة، إسرائيل لا تلتزم بأي شيء. للأسف دولة الاحتلال رأت فرصة تاريخية في ترامب و غذت اليمين بشكل غير مسبوق، لدرجة أن السكان دولة إسرائيل من اليهود أنفسهم الليبراليين بدأوا
يكرهون هذا الواقع ويفكرون بالهجرة لأنه لم يعد هناك حرية متاحة وأصبح المتدينون. طيب سيد سمير، ولكن اليوم إذا ما دخلت إسرائيل برا، يعني طبعا في أسئلة كثيرة عن الموضوع وليس هذا نقاشي ناقشته في الساعة الأولى. لا تستطيع. طيب. أعتقد أنها لن تقدم على هذا. على هذا. طيب، ولكن الوضع في غزة أصلاً الوضع جداً صعب، أعني معيشياً، أعني البطالة، أعني الوضع الأساسي، فكيف يمكن اليوم أن على أي شروط يمكن اليوم أن تتحمل حماس بأن ترفع من شروطها عما سبق؟ أنا أعتقد أن أكبر خطيئة كانت للمجتمع الدولي ولدولة الاحتلال أنها لم تترك لسكان قطاع غزة شيئا يخسرونه. هم في جوع وفقر وبطالة وتدهور في الخدمات الأساسية، انقطاع دائم في الكهرباء، مياه غير صالحة حتى للاستخدام الآدمي وليس للشرب. وكل سياسات المجتمع الدولي بما في ذلك الدور الأمريكي بالمناسبة، لم يكن هناك فارقا كبيرا بين الديمقراطيين والمحافظين، الفارق كان لفظي كالفارق بين العمل والليكود. العمل تاريخيا يطرح السلام ولكنه هو من يخوض الحروب. لذلك الفلسطيني لم يعد يشعر، سواء الفلسطيني في داخل فلسطين التاريخية 48 أو في الضفة أو في غزة، أن أحدا ممكن أن يساعده، أن المجتمع الدولي أو قيم المجتمع الدولي، القانون الدولي والنظام الدولي، الأمم المتحدة يمكن أن يقدمان شيء لهذا الشعب. لذلك أنا أعتقد أنه رد الفعل كيف الصدى كان في اللد وفي الناصرة وفي حيفا وفي كل مكان، لأنهم يعني ضغطوا كثيرا. دولة الاحتلال أعلنت أنها دولة يهود وليست دولة مدنية ديمقراطية، وبالتالي العربي لا يمكن له أن يعيش حياة كريمة، العربي داخل دولة الاحتلال لا يمكن له أن يعيش حياة كريمة. لذلك وجدت أن الكل وكأنه فجأة اكتشف أنه فلسطيني. طيب دكتور محمد المصري، أذهب إلى رام الله. سيادة اللواء، نحن اليوم أمام وساطات للهدوء، وقف إطلاق النار بشكل أو بآخر، وأيضا هناك أنباء تتحدث عن مكالمة هاتفية من بايدن إلى الرئيس عباس، أخبره بأن الإدارة، إدارة بايدن، مهتمة بإعادة وإطلاق محادثات السلام واستئناف المفاوضات. هل تتوقع هذا؟ أولا، هل الشروط مناسبة داخليا أقليميا؟ هل بالفعل ورق الحرب نتيجة جلوس على طاولة؟ وبأي شكل يمكن أن تكون الحصاد والنتائج؟ هل لمصلحة إسرائيل أم مصلحة الفلسطينيين؟ اسمحي لي أولاً أترحم على أرواح الشهداء الذي أصبح عددهم اليوم 100 شخص تقريباً. 40 شهيد اليوم فقط لا غير، بمعدل كل ساعة 5 شهداء. والإدارة الأمريكية عطلت إصدار بيان من مجلس الأمن لمدة جلستين، ورفضت الإدارة الأمريكية اليوم انعقاد دورة مجلس الأمن غدا، وطالبت بتأجيله حتى يوم الثلاثاء القادم. هذا يعني مزيد من مجازر وإطلاق يد الاحتلال بالقتل والتدمير. ولم يجري اتصال مباشر بين السيد بايدن والسيد عباس رئيسنا، ولكن تم هناك برسالة ويقول فيها حول موضوع عملية السلام. اليوم الحديث لا يدور عن عملية سلام بين طرفين جالسين في كل منه في منطقة، اليوم نتحدث عن وقف إطلاق النار، وقف المجازر التي تعرض لها شعبنا إن كان في قطاع غزة أو حتى في مناطق 48 الذين يقتلون بالشوارع من قطعان المستوطنين. أنا أعتقد بأن السيد بايدن لم يفي بأي شيء من ما تقدم فيه سابقا، خاصة أثناء حملة انتخابية باستثناء المساعدات الإنسانية. لم ينقل السفارة القنصلية للقدس، ولم يفتح سفارة دولة فلسطين، ولم يطلق مبادرة السلام، ولم يتدخل في عمل السلام. مر 5 شهور ولم تحرك الإدارة الأمريكية في أي جانب، ولم تكن من اهتمامها عملية السلام في الشرق الأوسط. اليوم نحن نقول ما يحدث وما تم من مواجهات لم يتم في موضوع قطاع غزة، وتم في الشيخ جراح وموضوع المسجد الأقصى. وبالتالي أي وقف لعملية إطلاق النار اليوم إن كان في قطاع غزة أو في منطقة أخرى، وقف العنف أو المواجهات أو القتل الذي يحصل ضد الشعب الفلسطيني مرهون بنقطة واحدة، أن يوافق نتنياهو على عدم إجلاء سكان الشيخ جراح، وبالتالي والعدم دخول المسجد الأقصى. هذا هو المطلوب فقط لا غير. لم يطلب الفلسطيني إقامة دولة في هذه المرحلة، يطلب فقط وقف إطلاق النار. اليوم إسرائيل حشدت كل جيش الشام اللي هو يعتبر أعظم الجيوش في المنطقة، واستدعت الاحتياط 16,000 جندي جديد،
ودخلت 7 كتائب في مناطق بلدات الفلسطينية في منطقة 48. يعني نتنياهو يجد الفلسطيني دم الفلسطيني من أجل فقط يبقى في الحكم، يجر المنطقة إلى صراع ودم في المنطقة كلها وتعدد الجبهات من خلال بقاء فقط في سدة الحكم. في تقريركم تقدمتم أن هناك 3 صواريخ من جنوب لبنان، صحيح لم تدخل في مناطق 48، ولكن المنطقة مقبلة على تحولات نوعية. ما يحصل في المنطقة اليوم هو عدم استقرار. طيب. وبنفس الوقت قبل أن تفتح هذا المستوى على حدود غزة، وأنا أعتقد نعم قبل أن تفتح نعم. هذا المستوى نعم. الإقليمي في الحوار، لأنه هو يعني محورنا القادم، اسمح لي أن أستوقفك وأيضا ضيوف الكرام ومشاهدينا، ابقوا معنا جميعا لحظات وسوف نعود إليكم. أنا مضطرة أن أذهب إلى فاصل سريع ونعود لدائرة الشرق، نتحدث عن المستوى الإقليمي لهذا الصراع. أهلا بكم من جديد في دائرة الشرق، نتابع معكم هذا الحوار مع ضيوفنا حول طبعا التطورات في الأراضي الفلسطينية والاشتباكات حول غزة والقصف المتبادل مع إسرائيل. أعود وأرحب من رام الله هذا اللي هو الدكتور محمد المصري، من غزة سيد سمير زقوت، ومن واشنطن سيد ريتشارد شريمر. أهلا بكم جميعا. أذهب مباشرة إلى واشنطن. سيد ريتشارد، هل تعي بالفعل اليوم إدارة بايدن الحاجة العاجلة للتدخل؟ أولا أحكي عن الوعي، وثم هل لديها القدرة على أي تحرك وزن حقيقي لتدخل سريع، خصوصا اليوم أنه نحن أمام خطر انفجار كامل في المنطقة. تحدث سيد لواء قبل أن نذهب إلى الفاصل عن خوف اتساع الموضوع والاشتباكات الإقليمية، وهذا طرح الكل يبحثه اليوم، لأنه كما تعرف أنت اليوم أمام فرصة لتصفية الحسابات، لديك اختناقات سياسية داخلية عديدة، كان في إسرائيل حكومة، حتى في الداخل الفلسطيني في رام الله، لديك اختناقات انتخابية في لبنان، يعني كله بحاجة اليوم لحلحلة داخلية، وأيضا لديك اختناقات في تفاوض عن البرنامج النووي الإيراني مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه دولية. فكيف يمكن أن تحل الموضوع الإدارة الأمريكية؟ وإذا ليست أمريكا، هل هناك مرشحون آخرون؟ كما أشرتم في تعليقكم أن هناك الكثير من التحديات التي تؤثر على هذه الأزمة والأزمات الأوسع في المنطقة. يجب أن تكون الأولوية في وضع حد لأعمال العنف، أن يكون هناك شكل من أشكال وقف إطلاق النار وكيفية المضي قدما. أعتقد أن إدارة بايدن قادرة دون غيرها على لعب هذا الدور. الإسرائيليون يربحون كثيرا من التعاون مع الرئيس بايدن تماما مثل الفلسطينيين، وأعتقد أن كلا طرفين لديهما أسباب جيدة تدعوهما للتعاون مع إدارة بايدن، وقف الاشتباكات والذهاب إلى حل دبلوماسي. وإدارة بايدن طلبت من إسرائيل أن ألا تقوم بأي محاولات لتغيير التركيبة السكانية في القدس، وأيضا قالت للفلسطينيين أنه سوف يتم استئناف المفاوضات إذا ما تصرف الفلسطينيون بطريقة معتدلة. إذن للطرفين أسباب للتعامل مع الإدارة الأمريكية للتعامل مع الأزمة الحالية، وبعد ذلك الذهاب إلى جهود دبلوماسية لحل أوسع. طيب، على كل يعني في هذا السياق أشاركك وأشارك الضيوف الكرام بهذا تصريح لوزير الخارجية الأمريكي بلينكن، يقول منفتحون على عقد جلسة لمجلس الأمن حول النزاع في الشرق الأوسط بداية الأسبوع المقبل، يمكن هذا فيه تغيير قليل عن يوم الثلاثاء. ما رأيك سيادة اللواء؟ نأمل ذلك، وأنا أعتقد بأنه لدى الإدارة الأمريكية إمكانية للضغط على دولة الاحتلال، ولكن لا توجد إرادة عند السيد بايدن، بدليل أنه يجب فقط يرفع يده عن إسرائيل في مجلس الأمن لتقول للمجتمع الدولي قولته. و14 دولة تطالب باجتماع، فقط الولايات المتحدة ترفض هذا الاجتماع.
من أجل إعطاء فرصة أكثر لدولة الاحتلال لما تقوم به من إجرام في قطاع غزة وفي بلداتنا في 48. أنا أعتقد أنه نحن مقبلين على منطقة حساسة جدا قد لا تكون لا عودة. ولا أيضا بنفس الوقت أحذر بأنه ما يتم الآن على حدود قطاع غزة وتهديد إسرائيل بالدخول بعملية برية في قطاع غزة سيكون هناك حمام للدماء، وأنا لا أعتقد أن إسرائيل تستطيع أن تدخل غزة، ولكن أحذر أن هذا حمام الدماء يتحمل مسؤوليته كل المجتمع الدولي وليس فقط دولة الاحتلال، لأنهم ينتظرون الآن كل ساعة تقريبا 5 شهداء. ماذا ننتظر إلى بداية الأسبوع؟ الدعوة من المجتمع الدولي 14 دولة في مجلس الأمن بما فيها النرويج والصين والولايات وروسيا وتونس وكل الدول طالبت بهذا الاجتماع إلا الحكومة الأمريكية. لا، لدى الحكومة الأمريكية إمكانيات للضغط على دولة الاحتلال. أيوة. إذا كان لديها إرادة. طيب. وأنا طيب. أعتقد السيد بايدن يستطيع. أيوة. أن يضغط على دولة الاحتلال إذا رغب بذلك. طبعا في حسابات داخلية ربما يعني هي حاضرة في ذهن الجميع، ولكن صحيح. لا نريد صحيح. الآن أن ندخل فيها بالنسبة لبايدن وسياساته وهو في أول الطريق، ولكن أريد أن أفهم منك الوساطات الأخرى، مصر، تونس، حسب هذا التصريح الذي قالت به يعني المتحدثة باسم البيت الأبيض، قالت طيب مصر وتونس قادرتان الآن على التواصل. ماذا نعرف عن هذا الموضوع؟ هل هناك وساطات أخرى يمكن التواصل؟ هل الكل ما زال لديه نفس الأوراق؟ يعني إذا آخر مقارنة كانت مع 2014؟ نحن رحبنا بكل الوساطات وكل الدبلوماسيين إن كانوا عرب أو أجانب، وخاصة الشقيقة مصر التي تلعب دور دائما في تهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط وخاصة في منطقتنا. ولكن ليس لدى الخوف مصريين ما يقدموه الآن، لأنه نتنياهو مصر على استمرار العملية العسكرية ويريد أن ترفع الراية البيضاء الفلسطينية، وأنا أعتقد هذا صعب جدا في هذه الفترة الزمنية. وما يحصل اليوم أنا أعتقد يعني هو ضربات متبادلة. إسرائيل تعيش حالة شلل، والفلسطينيين هناك يقدمون ضحايا كل 5 دقائق. هذا الشيء يعني لا يستعمل العقل. لا أعتقد أنه أي دولة في المنطقة ولا غير خارج المنطقة تقبل بأن يكون هناك وقف إطلاق النار وما تزال الدبابة الإسرائيلية على حدود قطاع غزة والصواريخ والطائرات تقصف. وأعتقد أنه كمان ما يتم في 48 الآن يتم تغييبه، قطعان المستوطنين يطاردون الفلسطينيين في شوارع اللد وحيفا ويافا وكل منطقة. أنا أعتقد ما يحصل في داخل إسرائيل اليوم وما قامت فيه الشرطة الأمريكية والأمن الأمريكي تجاه الأمريكان من السود، هذا الموضوع يعني فعلا في فصل عنصري، وبيتم القتل على الهوية ويتم يعني استباحة الدم على الهوية. أبنائنا في الشيخ جراح صحيح اليوم فيش هناك اشتباكات، ولكن مهددين بالطرد. من يضمن عدم طردهم في بعد وقف إطلاق النار أو في مرحلة قادمة؟ ما يتم اليوم أنا أعتقد أنه ما حدا بيقدر يوقف نتنياهو إلا إذا نتنياهو حصل على الكرسي الحكم في داخل إسرائيل. يريد أن يجر الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني إلى حمام الدم من أجل أن يبقى في سدة الحكم في إسرائيل. طيب سوف أذهب إلى غزة أفهم تفاصيل وحسيات الآن وحسابات حماس هناك وأهالي غزة ضمن هذه الطروحات، وخصوصا يعني العلاقات الإقليمية الذي ربما هناك من يرى بأنها لها يد اليوم أيضا فيما يجري. ولكن اسمحوا لي أذهب إلى فاصل مشاهدينا الكرام وضيوفي وأعود بعده للسيد سمير زقوت إلى غزة. سيد لواء والسيد ريتشارد ابقوا معي، وسيد سمير لو سمحتم. مشاهدينا لحظات وأعود لكم. أهلا بكم من جديد، أعود مباشرة لهذا الحوار مع ضيوفي السيادة اللواء الدكتور محمد مصري، سمير زقوت وسيد ريتشارد شيميرر. كنت أريد أن أتحدث معك من غزة سيد سمير زقوت. أريد أن أفهم غير اليوم صوت السلاح وغير صوت المعركة والتحليلات الميدانية، سياسيا اليوم حماس ك
كانت متوقعة يكون في انتخابات، والانتخابات تعني الكثير، تعني طموح ربما بدخول إلى السلطة، تعني تحسين الأوضاع السياسية والمكاسب والأوضاع الاقتصادية والمعيشية بالنسبة لغزة، وربما كان تغيير الحال. هذه الانتخابات لن تتم، لن أدخل بالشأن الداخلي يعني قصدا أو بسبب عدم دخول القدس في الموضوع، في اتهامات وأحاديث كثيرة. الآن ماذا يمكن أن يكون الثمن السياسي إذا صح التعبير لحماس؟ ماذا يمكن أن تريد أن تعمل مكاسب سياسية بعد هذا التصعيد؟ يعني أنا أعتقد أن الأمر بالغ الوضوح، حماس منذ اليوم الأول تدخلت فقط لموضوع الانتهاكات في القدس ومحاولة تهجير سكان حي الشيخ جراح، وقالت أوقفوا هذا نقف. جاءت دولة الاحتلال في عدوان، أعلن نتنياهو وجينتس من اليوم الأول أننا ذاهبون من حيث انتهينا في 2014، سندمر البنايات العالية والمساكن والمنازل السكنية، بمعنى يعلن أنه ذاهب لارتكاب جرائم حرب، وبالتالي حتى يعفي لجان التحقيق من التحقيق، لأنه تصريحاته وحدها تثبت ذلك. اليوم حماس لم يصدر عنها أي مطلب آخر سوى، وحتى في الرد هي تقول أوقفوا هدم البنايات، أوقفوا قصف المنازل على رؤوس ساكنيها، نتوقف. لم تضع شرطا باستثناء موضوع القدس والشيخ جراح. اليوم ماذا يفعل نتنياهو؟ منذ عصر هذا اليوم قصف مكثف مدفعي على امتداد الشريط السياج الحدود الفاصل، يستهدف المنازل، يقتل الناس تحت أنقاض منازلها، حتى عندما يتوقف. وأنا أعتقد أن الأمريكان بايدن منح نتنياهو هذا الوقت ليعود بكم من الخسائر والأضرار والضحايا، ليسوق هذا كنصر لجمهوره في الداخل، لا أكثر ولا أقل. لا أعتقد أن دولة الاحتلال تفكر جديا في الدخول بريا، لأن لها تجربة في عام 2014، وبالنظر والمقارنة بين قدرات المقاومة اليوم وقدراتها في 2014، أي عاقل أي مراقب سيتوقع أن مجرد محاولة الدخول بري ستعود بآثار كارثية على نتنياهو وعلى دولة الاحتلال. لذلك أنا أشك في كل هذه التهديدات، فقط هي محاولة لقتل أكبر عدد ممكن، تدمير أكبر عدد ممكن من المنازل، ليصوغ ذلك لجمهوره، لأنه حتى هو نجح في أن يثني بنت عن محاولة تشكيل حكومة، بنت رفع الراية اليوم. عطل المشكلة. نعم، شكرا لك سيد سمير زقوت، نائب مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، كان معنا من غزة، أشكرك جزيل الشكر. أشكر أيضا من رام الله اللواء الدكتور محمد المصري، مدير المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية، شكرا لك. أرجو من السيد ريتشارد شيميرر أن يبقى معنا من واشنطن، وأنت الدبلوماسي الأمريكي السابق ورئيس مجلس إدارة مجلس سياسات الشرق الأوسط، وينضم إلينا من القاهرة هذا دكتور محمد مجاهد الزيات، مستشار المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وينضم إلي من القدس الدكتور روني شكيد، محاضر في معهد رومان للسلام في جامعة العبرية في القدس. أهلا بكم جميعا. دعوني أذهب إلى القدس حقيقة لأعرف اليوم ما هي الأجواء في إسرائيل. دكتور شكيد، حرب برية، دخول بري، مكاسب سياسية، تغيير قواعد اللعبة، العودة إلى يعني العودة إلى اتفاقات سلام، خيارات كثيرة اليوم مطروحة. كل ما لدينا بأنه اليوم في قرار مجلس الأمن متوقف بسبب الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن يقال بأنه بايدن متفائل بالتوصل إلى هدوء، لا نعرف التفاؤل ما هو. فسر لي أنتم كيف ترون ما يجري. أول شيء أهلا وسهلا بكم. لازم نفهم أن إسرائيل اليوم في بلبلة كبيرة كبيرة كبيرة. من طرف واحد في عنا حرب في غزة، والحرب في غزة هو إشي خطير جدا، لأنه أنا لحد اليوم لحد الليلة هذه وبالساعة اللي إحنا بنحكي فيها في صواريخ عم تنزل في أشدود وفي غير محلات في أشكلون وفي غير محلات في إسرائيل. 1800 صاروخ نزلت على إسرائيل بخلال 4 أيام الأخيرة. هل تذكري دولة واحدة في العالم اللي زي ربوع عليها 1800 صاروخ ما كانت تجاوب؟ هذا السؤال تبعي. ناس ما بيفهموا شو معناتها. صاروخ كان على تل أبيب، في دم تل أبيب، برضو بالقدس مش بعيد من بيتي أنا،
معناته احنا موجودين اليوم في حاله حرب مع حماس. اما انا بفكر انه الجيش الاسرائيلي لحد اليوم ما استعمل كل القوه تبعه، استعمل بجوز 10% من القوه تبعه، لانه في شيء في الفرق كبير بين حماس وبين الجيش الاسرائيلي، واسرائيل ما بدها انه تسوي كمان اشياء اللي يكون اكثر اخطر للمنطقة، وبخصوص يكونوا ناس اللي ما بيدخلوا للحرب يصير يموتوا لا سمح الله. هل هذا غزة؟ اما غير غزة في عندنا مشكلة داخلية اليوم في اسرائيل، هذه ثانية، هي المشكلة بالدول بالمدن اللي فيها عايشين فيها عرب أو يهود سوا، مثل ليد، مثل رملة، مثل عكا ومثل يافا بسبع وغير محلات. وبهناك في اليوم إشي اللي اسمه، أنا ما بدي أستعمل كلمة حرب أهلي وحرب بين الفلسطينيين من داخل وبين السكان اللي موجودين هناك، أما هذه الكلمة، لأنه في كتير ناس متطرفين من اليهود، متطرفين من الفلسطين من عرب الداخل، وفي بيناتنا الآن حرب. والشرطة الإسرائيلية لازم نكون صريحين، مش قوية الشرطة الإسرائيلية، وما عندها القوة توقف كل الإشي هذا. هذا السبب إن اليوم أمر نتنياهو رئيس الوزراء للرئيس الشرطة، عتاله خط أخضر إنه يجيب برضو ناس من الجيش الإسرائيلي عشان يحموا الأمن. طيب، هذه مشكلة ثالثة. نتنياهو رئيس وزراء بدون ما ينتخب، والوزراء اليوم واليوم المشكلة السياسية في إسرائيل صارت أكثر وأكثر معقدة، لأنه بنت اللي كان يفكروا ناس اللي هو يغير رئيس الوزراء نتنياهو، قال الليلة إنه هو ما راح يروح مع الحزب اللي لابيد، وما راح يروح مع، وبجوز هذا الرمز إنه هو راح يروح مع نتنياهو إيد في إيد، وراح نتنياهو راح يستمر زي رئيس الوزراء. هل لازم نفهم إشي كبير على هوا البحث اللي إحنا سوينا في مع اللي أنا سويت في مع ترومان؟ نتنياهو فشل بعشر سنوات الأخيرة بالحرب ضد غزة. نتنياهو سوى كتير أشياء عشان يحامي في حماس، مش عشان يحارب حماس. مثل إيش؟ أنا بعطيك عدة أشياء، بدي كتير اختصار دكتور، معلش لأنه بدي أسمع أيضا رأي الضيوف الآخرين. باختصار، مش مهم. نتنياهو نتنياهو كان بده إنه حماس راح تكون في سلطة غزة. هل حماس هذا من الأسباب تبعها انتخابات غير الانتخابات غير الأشياء، هي المرة هذه فتحت النار، وهي الصاروخ الأول الصاروخ والحرب أجا من غزة مش أجا من إسرائيل. هذا إشي حماس تقدرش تنكر الإشي هذا. هلا تشوفي غزة، أهل غزة تحت حرب، أهل غزة موجودين في حرب، بتقال أهل الضفة الغربية والقدس اليوم إحنا عايشين بالقدس وهدوهن فيش هن اليوم الحرب. طيب، زي ما كان بالمادي معناته في مشاكل. أكيد في مشاكل، يعني كمان ما تنسى في 100 فلسطيني مات، في بمعدل 40 فلسطيني بكل ساعة، عفوا هناك 5 فلسطينيين يموتون. أكيد هي مشكلة أيضا، يقولون لك بأنه من هم في غزة كل شيء غير متوفر لديهم وكثير من المشاكل. طيب أذهب إلى القاهرة دكتور محمد. اي بعرف انا، بس لكمل الصوره كامله لانه ضيوف القبل يعني ليسوا معنا الان. دكتور محمد مجاهد زياد، ما رايك؟ هل نحن امام يعني تهدئه وشيكه؟ هل نحن امام انفجار كامل، حرب بريه؟ هل نحن امام انفجار قد يتسع نحو بعض الدوائر الاقليميه؟ اليوم في صواريخ من جنوب لبنان، تغيير قواعد الاشتباك، كيف ترى هذا الموضوع تحديدا دكتور مجاهد؟ دكتور محمد مجاهد، أنا في اعتقادي أننا أمام حرب مستمرة ما بين إسرائيل وقطاع غزة، وسوف تستمر بعض الوقت.
حسب مصالح أو مصلحة نتنياهو بالتحديد. نتنياهو يريد أن يأخذ فترة طويلة لعدة عوامل ممكن أشار إليها الباحث من إسرائيل بعضها، وهو أنه يريد أن يعجز لبيد من تشكيل الحكومة، يعني يستنزف الفترة المقررة له في استمرار الحرب، ثم يعيد لأنه فشل في تشكيل الحكومة، ويعيد مرة أخرى تجميع اليمين المتطرف أو الأكثر تطرفا معه عندما يخلق العدو الفلسطيني كما يرى هو بنموذجه، وعندما تصل الصواريخ إلى المناطق المأهولة بالسكان فهذا يعطيه زخما أكبر. وبالتالي في اعتقادي أن لديه بنك أهداف كبير موجود في قطاع غزة، وهو ينفذ الأهداف الأساسية منها، بالإضافة إلى التنسيق ما بين الجيش والمخابرات الإسرائيلية الأمن الداخلي في اصطياد عدد من القيادات، وقد نجح في ذلك ويواصل هذا الأمر. يريد أن يستنزف جزء كبير من الصواريخ التي لدى المطورة الحديثة التي لدى حماس والجهاد، ويصبح في وجهة نظره أنه قضى على جزء كبير منها، لكن لا أتصور أنه سيصل إلى درجة القضاء على حماس، فهذا الأمر مكرر عدة مرات قبل ذلك. هي فيما يتعلق يعني أنت توافق ما يقول ما جاء به دكتور شكيد، يعني بأنه يعني يقول بأنه وجود حماس هو من مصلحة نتنياهو، لكن حماس مقلمة الأظافر. بالضبط، ما هو كل مرة يتم هذا يصل سقف معين للتسليح لدى حماس أو لدى الجهاد أو نوعيات محددة، لديه معلومات مخابراتية حول هذا الموضوع، فتتم الضربة، تخلق الأسباب إذا لم تكن هناك أسباب حقيقية حتى يتم خفض السقف الخاص بالتسليح ومستوى التسليح ونوعيته. تكرر هذا الأمر عدة مرات ويحقق هو مكاسب داخلية بالنسبة له. فيما يتعلق بلبنان، سؤالك أنا لا أتصور أن حزب الله سيشارك في مثل هذه الأمور على الإطلاق، لأن هذا قرار مرتبط بإيران، وإيران تريد أن تقترب من الأمور لكنها لا تريد التورط المباشر. هناك مفاوضات في إن معقدة، لأنها لا تريد أن تتحدث فيما يتعلق ببرنامجها الصاروخي وأزرعها في المنطقة، وترتب على محاولات التهدئة التي تجري الآن بينها وبين دول المنطقة لتعطي صورة أنها أزرعها ليست مثيرة للقلق، وبالتالي دخولها في هذا الحرب الآن أو القيامها بأي شيء على هذا المستوى سيعقد المباحثات الجارية في فيينا. هي بس تثبت وجودها من خلال الإمداد بأسلحة تمت قبل ذلك، أو أن يقال أن هذه الصواريخ حصلت عليها المقاومة في الفترة الأخيرة من إيران، لكن لا أتصور أن تشارك فيها أو تمد فيها، لا أتصور أن تمتد هذه الحرب للجوار، فهي لا سقف ولا حدود. ولكن المفاوضات للتهدئة لا أعتقد أنها ستنجح خلال الأسبوع الحالي. طيب دكتور، نحن طرحنا أمام مشاهدينا هذا السؤال: ما النتائج متوقعة للتصعيد العسكري بين إسرائيل والفلسطينيين؟ تحصيل حقوق فلسطينية، احتلال أراض جديدة يعني هي بعض المكاسب الإسرائيلية، أم عودة الوضع كما هو؟ من هذه الخيارات ثلاث، ماذا تتوقع؟ يعني أنا أتوقع أنه لن يكون هناك تدخل بري، ولو حدث سيكون محدود بصورة كبيرة جدا في منطقة محددة. إذا كان هناك هدف ستخسر إسرائيل بالتدخل البري وستطيل أمد المعركة. لا أتصور أن الأمور ستعود إلى طبيعتها كما كانت، لكن ستعود إلى طبيعتها على واقع عسكري مختلف جديد يختلف عما كان عليه قبل ذلك، وعلى قدرات عسكرية تختلف. لصالح من؟ لا، إسرائيل حققت الضربات الإسرائيلية بالتأكيد ستؤثر سلبيا على القدرات العسكرية لحماس والمقاومة الفلسطينية بصورة كبيرة. طيب باختصار شديد دكتور روني، أي من هذه الخيارات تتوقع؟ أرجوك أن تبقي في نص دقيقة جوابك. باختصار تي 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 باللغم كل شيء كمان يومين ثلاثة رح يصير مفاوضات بين مصر وقطر، وبجوز المرة هذه بين أبو دابي رح تدخل الإشي هذا، ورح يكون هان نوع من وقف النار. أما المرة هذه أنا بفكر إنه الضربة اللي كانت على غزة رح تعطي درس لحماس، ويكون لقيت بناتنا بجوز إذا بجوز رح يصير فترة جديدة بدون يكون هدوء. إذا تكون حكومة جديدة في إسرائيل في إمكانية يتغير الوضع. إذا ما رح تكون حكومة جديدة ونتنياهو بالسلطة زي ما كان
طيب بالمادي. طيب سيد ريتشارد شمرر صعب يعني واحد يترجمها بالانجليزي تي 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 تبعيت الدكتور شاكيد، ولكن ب 20 ثانيه ماذا تتوقع؟ تحصيل حقوق فلسطينيه، احتلال اراض جديديه بمعنى جديده بمعنى بعض المكاسب لاسرائيل، ام عوده الوضع كما هو؟ 30 ثانيه لو سمحت. أعتقد أن إدارة بايدن لن توفر جهدا لكي توجد مقاربة أكثر توازنا مع الجهتين ولردع المتطرفين من الجهتين، وأمل أن تساعد الفلسطينيين بطريقة إيجابية للتوصل إلى حل. شكرا شكرا. سيد ريتشارد شمرر الدبلوماسي الأمريكي السابق، رئيس مجلس إدارة مجلس سياسات شرق الأوسط، حدثنا من واشنطن. من القاهرة الدكتور محمد مجاهد زيات، مستشار مركز للفكر والدراسات الاستراتيجية. من القدس الدكتور روني شاكيد، محاضر في معهد رومان للسلام في جامعة العبرية في القدس. شكرا لكم جميعا على مشاركتنا. ولنتابع نتائج مشاركة في هذا السؤال الذي طرحته على مشاهدينا. إذن حتى الآن 50% أيضا يتوقعون عودة الوضع كما هو. نحن وصلنا إلى الختام لهذه التغطية، ألقاكم يوم الأحد.